عقد البرلمان العربي جلسته الخامسة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تم بحث عدد من القضايا الملحة على الساحة العربية، ومن بينها المبادرة العربية بشأن رفض ربط العنف والإرهاب بالدين الإسلامي، وهو المقترح المقدم من عضو مجلس الشورى البحريني دلال الزايد. ولتفاصيل أكثر عن هذا اليوم في القاهرة معي عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، وأيضا نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي. مرحبا بك أستاذة دلال. بداية، هناك مسؤولية للبرلمان العربي سواء كان معينا أم منتخبا بالدفاع عن الدين الإسلامي ورفض ربط العنف والإرهاب بالإسلام، ما الذي وصل إليه هذا اليوم من نقاشات في البرلمان العربي؟ طبعا هذه المبادرة صوت عليها بقالبية عظمى يعني البرلمان العربي، وبدأنا بالآليات. تم فعلا تشكيل اللجنة التي راح تعمل على تحقيق أهداف هذه اللجنة، والبحرين ممثلة فيها أيضا. نستهدف فيها طبعا راح تكون إن في يعني بيان اليوم مدى تداعيات الأخذ بمبدأ التطرف وربط الإرهاب بالإسلام على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبدأنا أيضا أن إحنا راح تكون لنا مع البرلمانات على المستوى الدولي والوكالات الدولية في بيان أثر أيضا الممارسات التي تتم في تلك الدول ومدى تأثيرها أيضا على العلاقات الثنائية والعلاقات الإقليمية. نعم أستاذ دلال، كان هناك ربما بعض الإجراءات التي قامت بها بعض الدول مؤخرا ضد بعض الدول الإسلامية بحجة مكافحة الإرهاب، هذا الربط هل يتم التطرق له في مثل هذه الاجتماعات؟ يعني ما هي اللغة والسقف الذي يتم الحديث به في البرلمان العربي بمناقشة مقترحكم؟ طبعا احنا حاليا بدأنا في رصد وتجميع تلك القرارات والممارسات ضد المسلمين في الخارج، ودخلنا فيها من مبدأ كيف تخالف قانون الدول العام يعني بالنصوص، وربطها في بيان أوجه تلك المخالفة. يعني لم نأخذها فقط بشكل عمومي، لا، أخذناها بناحية تخصصية. اليوم حتى البرلمانات كيف تقبل بتلك القرارات أن تصدر وهي تكون مخالفة للقانون الدولي الإنساني. أيضا مسألة بعض القرارات المقيدة للحرية بالنسبة للمسلمين سواء في لبسهم أو في المساجد أو في دخول دور العبادة أو في علاقاتهم مع الآخرين في أموالهم، كيف يتم إما حظرها أو مصادرتها أو منعهم من التصرف. أخذنا عدد من الحالات التي تمت في الدول الغربية تحديدا، ومدى أيضا في المنافذ، المسألة المنافذ الرسمية كيف يتم أيضا التعاطي مع الأمور بشكل يكون مسيء، فقط لمجرد أنهم من المسلمين يتم إما منعهم أو يتم أيضا توقيفهم دون وجود أي أسس قانونية. فأخذ كجانب مشرعين هذا الجانب، وبدأنا الحمد لله الآن انتهينا من مسألة الرصد والتوثيق لتلك المخالفات، وبدأنا في وضع المذكرات القانونية. ماذا بعد ذلك أستاذ دلال؟ هل من إجراءات سيتابعها البرلمان العربي من أجل إيصال ما تبنيتموه اليوم بشأن هذا المقترح؟ طبعا احنا ركزنا على الدول اللي تمارس مثل هذه الأفعال التمييزية عندهم، وبدأنا بالمراسلات الرسمية بموجب مذكرات قانونية شارحة تتناول هذا الجانب، وتتناول رفضنا لتلك الممارسات. وأيضا بينا أن اليوم كيف راح يؤثر هذا الفعل أيضا من الناحية الاقتصادية لتلك الدول، واللي هي الآن عانت من بعض القرارات اللي صدرت، بينا انعكاسات الوضع الاقتصادي بالنسبة لهم نظرا للإجراءات التي تمت. على مستوى الاتحاد البرلماني الدولي والأوروبي، على مستوى الأمم المتحدة أيضا، وضعنا عدد من الأمور التي إحنا كبرلمان عربي نرفضها، وبيان الأسانيد التشريعية وبيان الحجج وأيضا بيان انعكاسات. شكرا جزيلا لك سعادة الأستاذة دلال زايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى، وأيضا نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي من القاهرة.